رجعنا مرة تانية مشاهدين هرك سعيد، مستمرين مع بعض فقراتنا، ووصلنا لفقرة مهمة جدا لناس كتير قوي قوي. طيب، بعيدا عن السياسة والغنى والمزيكا والحياة الاجتماعية، احنا النهاردة هنتكلم عن الأبراج. وطبعا يمكن احنا دلوقتي في العدد التنازلي ل 2015. 2015 زعلت ناس كتير وفرحت ناس كتير، لكن خلينا نقول ان ان شاء الله 2016 على جميع الناس وعلى جميع المستويات تكون هي الافضل والاحسن والابرك للناس كلها ان شاء الله. النهارده هتكون ضيفتنا ضيفه عزيزه جدا على نهارك سعيد، هنعرف منها كل التوقعات اللي تخص كل الابراج في 2016. خليني ارحب معاكم وضيفتنا الاستاذه عبير فؤاد، وهي خبيره الابراج. صباح الخير يا فندم. صباح النور. كل سنه وانت طيبه عبير، ووحشتينا، بتوحشينا كده من كل سنه لسنه ومن سنة ظهورك معانا عشان نعرف توقعات الابراج. ايوه، كل سنه وانتم طيبين. انا برضو ببقى سعيده جدا ومنتظره لقائي معاكم. واحنا كمان. طيب استاذ عبير، قبل ما ندخل على طول كده في الابراج، خلينا نعرف منك، هل في توقعات للفلك للبلد، احداث مهمه هتحصل في 2016، احداث عالميه مهمه ممكن تحصل فنحب نعرفها، ولا 2016 يكون فيها استقرار نسبي، او يعني هتبقى عامله ازاي؟ والله شوفي، انا الحقيقه من اول 2011 وانا بقول ان في مربع فلكي موجود او ظهر سنه 2011، ومعاه بدات وكنت متوقعه انه يبدا معاه ظهور يعني مظاهرات او ثورات تستمر وتنتشر في بلاد كتير، وده طبعا حصل. بس قلت كمان ان الموقف ده هيفضل يتصاعد لغايه سنه 2018. واو. الجديد كمان السنه دي انه او بادئ من السنه اللي فاتت ان زحل في برج ناري، فده يعمل حروب. اللي زاد كمان بقى في 2016 انه ابتداء من 6 مارس هيكون في كمان المريخ هيدخل في برج ناري، فالمريخ ده اله الحرب. واو. وفي برج ناري مع زحل في برج ناري، يعني هتولع ولا ايه؟ انا شايفه انه عام حرب، يعني عام انا مسميه 2016 عام الحرب. يا رب خير، استر يا رب. هي سنه ممكن تكون شديده، لكن اقتصاديا عندنا في مصر رغم انه ممكن نكون معرضين، طبعا احنا في حرب اوريدي يعني، اكيد. طبعا. لكن ممكن الموضوع يتصاعد اكتر ويبقى في تحالف ابتداء من 6 مارس، وبالذات يوم 9 مارس كمان في كسوف، فهيبقى في يعني احتمالات اكبر، تطورات احسن، احتمالات اكبر لاعلان حرب يعني في شهر مارس. اوكي. لكن في كمان حاجه كويسه السنه دي، لان السنه دي طالعها فينوس، فالسنه اللي طالعها فينوس دي بيبقى لها خصائص. خصائصها ان عندنا مثلا في مصر يكون في نمو في الزرع، يكون في ازدهار في الثروه الحيوانيه وفي الثروه الزراعيه. نتمنى ده. فدي حاجه كويسه اقتصاديا. بس على مستوى كمان العالم ممكن يكون في موت لملوك او لامراء، ممكن يكون في اخر السنه صراع على ملك، بالذات على الخريف. صراع على يعني او موت احد الملوك وصراع على الملك. والله اعلم. طيب ربنا يستر ان شاء الله. وخلينا نروح بقى للابراج ونبدا كده بتوقعات الفلك للابراج في 2016. واول برج معانا بيكون برج الحمل. اخبار برج الحمل ايه في 2016؟ شوفي، انا شايفه ان الحمل السنه دي يعني يمكن دول من البرج الاكثر حظا، هو وبرج الاسد، لان اللي لسه بنقوله ان وجود زحل والمريخ في برج ناري ده صحيح على المستوى العالم ممكن ما يكونش حلو، لكن بالنسبه للابراج الناريه هيديهم حظ حلو قوي. فهيدي الاسد بالذات، الاسد والحمل هيديهم حظ رائع. كويس قوي. فالحمل اقول لهم السنه دي عندكم سنه مناسبه قوي انكم تحققوا فيها طموحاتكم. عظيم. وعندهم كمان اورانوس في برجهم، ده كوكب الثورات والتجديد، فده هيدفعهم انهم يجددوا حياتهم وان هم يعني ينجزوا في حياتهم ويبنوا كمان على اساس، يعني زحل بقى يساعدهم انهم يبنوا على اساس سليم ان شاء الله. كويس قوي، يعني عامل بناء والحظ والثوره في التغيير، عظيم. يعني برج الحمل يعني السنه دي تحقيق الطموحات متالق. حلو جدا. طيب برج الثور 2016 هيكون له قد ايه كده من الحظ والدنيا هتبقى عامله معاه ازاي؟ والله مش وحش يعني. برج الثور انا اللي شايفاه انه السنه دي هيكون افضل كمان من السنه اللي فاتت، هما بس اول شهرين ممكن يكونوا يناير وفبراير فيهم شويه خلافات زوجيه، او لو عندهم شراكه ممكن يبقى في خلافات مع شريك، لكن من بعد كده الاجواء هتبقى رائعه مع
اسمها برج التور. حلو قوي قوي. عندهم من اول السنه المشتري في منزل الحب، فكمان في الناحيه العاطفيه هايله لمواليد التور. طب كويس. اوكي. يعني السنه بالنسبه لهم اقول لهم ده عام الطاقه والانجاز والحب. كويس لحد دلوقتي ما زعلناش حد من الحمل والتور، الجوزاء هنزعله ولا ايه الاخبار؟ للاسف. بس يعني هقول لهم برضو ربنا كبير يعني. لا والله لا، يبقى خلاص نروح بقى للسرطان. لا خلينا نقول الجوزاء، ايه المتوقع للجوزاء السنه دي؟ الجوزاء السنه الجايه الجوزاء في مواجهتهم في زحل. فزحل لما بيبقى في المواجهه بيعمل تشوش وعصبيه، ممكن اندفاع. فاقول لهم يعني حاولوا ان انتوا تتحكموا شويه في اندفاعكم، لان هم اصلا عايزين كل حاجه بسرعه الجوزاء. الريتم بتاعهم سريع. سريع، وده مش مناسب ليهم السنه دي. يعني لو بيسوقوا عربيه يسوقوا بالراحه، لو بينفعلوا يفرملوا انفعالاتهم، بالذات في الحياه الزوجيه برضو في الشراكه. لا اهدوا شويه، حاولوا تسيطروا على افعالكم شويه. ممكن يكون عندهم ضغوط عائليه كمان، لان المشتري معاكس معاهم لغايه يوم 9 سبتمبر. بس هقول لهم الدنيا ممكن تتحسن معاكم قوي ابتداء من 10/9 لما المشتري يتنقل لمنزل الحب، فده ممكن يديهم، هتخف الضغوط عائليا وهيبقى عندهم حظ في الحب اكتر. حلو جدا. السرطان 2016، يمكن السرطان مش عارفه قالوا السنه اللي فاتت ان هي سنه كويسه عليه، هل 2016 على برج السرطان هتكون سنه جميله واستقرار كده وجميله ولا هتكون عامله ازاي؟ والله انا شايفاها حلوه. اولا عندهم المشتري في منزل العلاقات، ده يديهم حظ في الحياه الاجتماعيه حلوه قوي. بس برضو لو متجوزين معرضين لشويه مشاكل زوجيه، فيحاولوا يتحكموا في حساسيتهم لانهم حساسين قوي. عموما كمان المنزل الحب عندهم اول شهرين في السنه ممكن يخليه عنده، لو مش مرتبطين في الغالب بعض من مواليد السرطان ممكن يبقى عندهم ارتباط عاطفي او وقوع في الحب في اول شهرين في السنه. كويس. اوكي. كويس قوي. الاسد بقى، الاسد برج ناري بقى، وزي ما حضرتك بتقولي ان هو حظه هيبقى كويس. قلت ان هو عندهم اولا في الناحيه العاطفيه حلو جدا، لان عندهم زحل والمريخ في منزل الحب، فده يديهم طاقه عاطفيه هايله ويقدروا يبنوا علاقات جاده، مش مجرد علاقات عابره. كمان في الشغل عندهم اراده، قوه اراده جدا، وعندهم قدره على انهم يحققوا نجاح هايل. لان عندهم اورانوس في منزل الحظ، فهيديهم حظ حلو جدا، وهيزيد بقى كمان الحظ من بعد 10 سبتمبر لما المشتري يدخل في منزل العلاقات، فيفتح لهم علاقات حلوه قوي، ممكن يبقى عندهم صعود اجتماعي حلو جدا. كويس كويس قوي. معانا مدام فايزه على التليفون، استاذه عبير. الو 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 مدام فايزه، صباح الخير. صباح النور يا فندم، كل سنه وحضرتك وانتي طيبه. استاذه فايزه اتفضلي، برجك ايه؟ لو سمحتي تاريخ جوزي 1/4/78 و 4/78. وحضرتك؟ لا 1/4/78 تمام، و 20/4/82. حضرتك 20/4. طيب خلاص اوكي. استاذه فايزه بقى تابعينا من خلال التلفزيون. اوكي اتفضلي. طيب التوافق بقى، التوافق ما بينهم طبعا هايل. هو اولا هما الاثنين برج الحمل، بس هي في مشكله واحده ان الاثنين عصبيين قوي، لكن في بينهم انجذاب جدا. ممكن يبقى في صراع على القياده، فحاولوا تظبطوا الحكايه دي ما بينكم. يعني انه كل يوم واحد هو اللي يقود الحكايه شويه، او يعني قسموها أي كل مشروع. واحد انت مره تاخدي مشروع هو مره هو، قسموا الاختصاصات ما بينكم. حلوه. لكن لكن هو رقم واحد في ميلاده ده رقم الشمس، وهي 20 ده رقم القمر، فده يخلي الشمس والقمر دايما في الفلك في انجذاب ما بينهم، بالذات القمر دايما يدور في فلك الشمس. طيب حلو جدا. فالعلاقه في انجذاب رغم الاختلافات، لكن في انجذاب دايما بينكم، يعني بيربطكم دايما. كويس. احنا خلصنا برج الاسد وقلنا عليه كلام كويس قوي ان هو هيكون متالق جدا في علاقاته الاجتماعيه، وخصوصا بعد شهر سبتمبر. بالظبط. تمام. العذراء. العذراء اقول لهم انتوا السنه دي بقى عندكم هديه من السماء. انه الكوكب الحظ اللي هو المشتري موجود في برجه، هو موجود من شهر 8 اللي فات، وده اللي خلاني السنه اللي فاتت اقول ان عندهم سنه ذهبيه بس في اخر السنه. السنه دي بدأوا المشتري في برجهم، فده يديهم احلى حظ. كويس. هيقعد فتره في برجهم؟
قاعد لغايه 9/9 اللي هو 9 سبتمبر. طب كويس. بس عندهم في الناحيه العائليه ممكن يكون عندهم شيء، يعني شايلين هم حد قريب او في سوء تفاهم او خلاف عائلي. فلكن وجود المشتري في برجهم بيساعدهم كتير ان هم يعرفوا يحلوا اي ازمات هتقابلهم. تمام. استاذ صفاء معانا من القاهره. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام استاذ صفاء، اتفضلي قولي تاريخ ميلادك. انا 22/1. تمام. وجوزي 24/1. تمام. انتوا وعايزه اعرف بنتي وابني. وبنتك وابنك كام طيب؟ ابني 7/1. وبنتي 26/1. كلها شهر واحد. واضح. طب ده كويس. هنعرف دلوقتي من الاستاذ عبير اخبار ابراجكم ايه. اتفضلي تابعينا من خلال التلفزيون. طيب بالنسبة لل 22/1 و24/1 هما الاثنين برج الدلو طبعا، والتوافق ما بينهم حلو جدا. الاثنين محبين للاستقلالية، والاثنين هيعرفوا ان هما يقدروا بعض ويحترموا حرية بعض جدا. الاثنين عموما يعني 24 يحب، يعني يحب الحريه وفي نفس الوقت يحترم حريه الاخر. حلو قوي قوي. كويس. فانا شايفه ان التفاهم بينهم هيكون كويس قوي. عندهم كمان ابن برج من برج الدلو زيهم. دول ظابطينها. فيعني العيله كلها دلو. تمام. بس الابن بقى اللي هو من برج الدلو عنده رقم 26 في ميلاده، ده بيخليه شويه يحب القوانين الصارمه، يعني رقم 26 ملتزم. ملتزم بس كمان يحب يفرض قوانينه. تمام. يعني مش محب قوي، يعني ما عندوش، يحب حريته بس ما يحترمش قوي حريه الاخر. مسيطر مسيطر مسيطر. بالظبط. فده محتاج منكم شويه ان انتوا تمرنوه على حته اللي انتوا بتحبوها، احترام حريه الاخر او حقوق الاخرين. طيب والبنت؟ البنت 7/1 هي برج الجدي، دي هتكون عاطفيه قوي رقم 7، رغم ان الجدي على فكره مش من الناس اللي بتظهر مشاعرها، لكن هي بتظهر مشاعرها بطريقه عمليه. كويس. فهتعرف ان هي تبقى العطاء عندها مادي، يعني دايما تقدم وتساعد وبيبقى عطائها دايما عملي يعني. والتعامل كده بينهم في الاسره تعامل يعتبر جيد، يعني كلهم من برج واحد فاهمين بعض يعني. ما عدا طبعا البنت الجدي، لكن هيمشوا مع بعض. انا بشوف ان الجدي والدلو رغم طبيعتهم المختلفه لكن بيعرفوا يتفقوا قوي وبيساعدوا بعض انهم يفهموا حاجات كتير. معانا تليفون من مين؟ مدام نهله. الو. ايوه مدام نهله صباح الخير. صباح الفل حضرتك. ازيك؟ الله يخليك. اتفضلي. ممكن بس زوجي 10/3/67. 10/3/67. 67. وانا 4/2/79. 4/2/79. اوكي شكرا. اتفضلي تابعينا من خلال التلفزيون. اوكي. طيب 10/3 هو برج الحوت، وهي 4/2 الدلو. اللي انا شايفاه انه عموما يعني لو هنسال على التوافق، التوافق ما بينهم يعتبر معقول جدا. الحوت والدلو بيبقى فيه بينهم كده حب للانسانيه، فدايما اللي بيجذبهم لبعض هو التعامل مع بعض بلطف وبانسانيه جدا. ممكن تجمعهم كمان نشاطات خيريه او حاجه يعني يقوموا بيها للمجتمع. دي اكتر حاجه ممكن يعني تخليهم بتجمعهم ببعض. ببعض. كويس. بالظبط. بس هقول للزوج اللي هو 10/3 ان هو السنه دي لازم ياخد باله قوي. رقمه السنه دي بيقول ان هو ما يغامرش لا ماليا ولا يعني ما يغامرش خالص في الفلوس او في الناحيه العاطفيه. كويس. طيب نروح بقى، احنا قلنا العذراء مش كده، نروح للميزان. تمام. ميزان بقى اللي هو ايه، صديق الابراج بيقولوا عليه ولا الميزان صديق إيه؟ الابراج. هو الميزان صديق الناس كلها على فكره. الميزان اجتماعيين وبيحبوا الناس. والسنه دي بالنسبه لهم عندهم كمان في الحياه الاجتماعيه حظ حلو جدا. كويس. عندهم المريخ وعندهم زحل في منزل العلاقات، ده يخليهم يعملوا علاقات قويه مع اللي حواليهم ويقدروا يبنوا علاقات على اسس قويه يعني. عظيم. انت برج الاسد يا عبير صح؟ لا برج الميزان. انت ميزان. اوكي. اوكي.
خلصنا كده الميزان؟ لا لا، ده اهم حاجه لسه عايزه اقولها. طب اتفضلي. الميزان هيبدا الحظ يبقى حلو قوي معاهم من اول يوم 10/9 لما المشتري اللي هو كوكب الحظ هيدخل في برج. هو انا ليه ملاحظه انه شهر 9 في نقلات كده عند فيه الابراج؟ نقلات بسبب المشتري. أوكي. المشتري لما هيتنقل هينقل الحظ معاه لبعض الابراج او هياخد الحظ من بعض الابراج. اوكي طيب تمام. بس فانا بقول بس مواليد الميزان اصبروا لغايه 10/9 بس، على ما يجي 10/9 مهم جدا انكم تعملوا في سريه وكتمان عشان الحسد. لغايه 10/9 بيبقى في عيون عليهم، بيبقى سهل ان هم يخترقوهم. طيب العقرب بقى، العقرب السنه إيه دي انا شايفه انه احسن كتير من السنه اللي فاتت. يعني كويس. السنه اللي فاتت بعد ما قلنا خلاص زحل خرج، رجع دخل لهم 3 شهور تاني، فكان عندهم تاني معاكسات فلكيه. الكواكب بتدي منح كده يعني، حاسه انها بتدي منح للابراج. يعني هم شموا نفسهم شويه في الاول وبعدين رجع لهم. فالسنه دي لا الحمد لله، حتى كان في كوكب المشتري كان معاكس معاهم، السنه دي لا ما عندهمش معاكسات في الشغل. كويس. فيقدروا ينطلقوا في العمل حلو جدا، وكمان في الحياة العاطفية. والسنة بدأ والمريخ في برجهم، فده من أول 4 يناير المريخ هيبقى في برجهم، فده يديهم طاقة وإصرار ونشاط، ويقدروا إن هم يوصلوا لأهدافهم ويتصرفوا بمنتهى الحكمة كمان. يلا جود لك. القوس، القوس بقى، القوس عندهم زحل صحيح في برجهم من السنة اللي فاتت، لكن عندهم حاجة كويسة قوي من أول 6 مارس إنه المريخ هيبقى في برجهم، ده هيتنقل ليهم يوم 6 مارس، فهيديهم طاقة ونشاط وإصرار إن شاء الله. طيب الجدي بقى وداله الحوت آخر 3 أبراج عشان الوقتنا خلص، فعشان ما نزعلهمش. الجدي عندهم قوة حلوة قوي وعندهم حظ كويس قوي، والدلو كمان يعني، الجدي والدلو عندهم حظ كويس قوي. الجدي عندهم حظ لغاية 9 سبتمبر، الدلو عندهم حظ طول السنة. واو. وحيزيد، حيزيد كمان من أي أول 10 سبتمبر. أي حد دلو يمشوا معايا يعرفوه صاحبوه كده ما تسيبوش. أنا بقول الدلو السنة سنتكم السنة. تمام. حلو قوي. الحوت، الحوت بقى مطلوب منهم يتأقلموا ويكونوا مرنين أكتر، عندهم حظ كويس أول 2 شهر في السنة يستغلوه، وبعد كده ياخدوا بالهم قوي في الشغل عشان ما حدش يمسك عليهم أي أخطاء، ويحاولوا يركزوا، وفي الحياة الزوجية ما يسيبوش نفسهم للعصبية طول أوكي. السنة. أوكي. أنا بشكرك جدا أستاذ عبير على وجودك معنا النهاردة، وكل التوفيق للأبراج كلها إن شاء الله في 2016، وكل سنة وإنتي طيبة. وإنتوا طيبين. جود لك إن شاء الله. مشاهدينا كان معانا عبير فؤاد وهي خبيرة الأبراج، وتكلمنا عن كل الأبراج، وإن شاء الله بنتمنى لكم كل التوفيق وجود لك إن شاء الله لكل الأبراج في 2016. فاصل، نرجع مرة تانية نستقبل ضيف جديد.